يمر نهر العاصي منذ عصور، يدفع نواعر المدينة فتدور ليلاً نهاراً، ويعلو من حولها شجن صوتها، ومن يصغي لشجن النواعير سوف يشعر أنها تحكي للعالم حكايات الحمويين منذ القدم حتى هذه اللحظة. حماة أبي الفداء من أقدم المدن في العالم، يرجع تاريخ الحياة فيها إلى ما يقارب 7000 عام، تعاقبت عليها حضارات وأمم ودول. تقع وسط سوريا على ضفاف العاصي، وتأتي في المركز الرابع من حيث عدد السكان بعد دمشق وحلب وحمص، وذلك بقرابة 2,100,000 نسمة بحسب إحصاء عام 2010. تعد حماة في فصل الربيع من أجمل المحافظات السورية، وتحتوي على كثير من الأوابد والأماكن الأثرية التي لا تبدأ من الجامع الكبير وجامع النوري والكنائس الأثرية والخانات كخان رستم باشا، ولا تنتهي مع أفاميا الأثرية، إضافة إلى 11 قلعة تاريخية أشهرها المضيق. كما تعد سوقاً تجارياً كبيراً بين البادية والريف والمدينة، ويقوم اقتصادها على النشاط الزراعي مثل زراعة القطن والفواكه والخضروات والزيتون وصناعة الصوف والنسيج والدباغة والإسمنت. هنا النسيم رقيق الهبوب من السلمية إلى أبي قبيس، ومن مصياف إلى صقلبية، من صوران ومحردة إلى بلدات الغاب، وصولاً إلى حمال مدينة، حيث نهر العاصي والنواعير يعزفان معاً سيمفونية سورية لا بداية لها ولا نهاية.